احنا كنا في بيروت في وان افرا، اعتقد انه كان بيتكلم عن المرأة في الاخبار، بيتكلم عن المرأة كيف يتم ادماج المرأة والمساواة ومنع التحرش. كل هذه المبادئ احنا تركنا القناة ورحنا بيروت انا وعمر من اجل الايمان بالفكرة، من اجل الايمان ان احنا ممكن نقدر ندي، ان احنا نقدر نساهم. عندنا مبادرات كبيرة جدا في الشباب اللي عايز فرصة مش لاقي، التوظيف بتاع الناس، الجانب الانساني من العمل مهم جدا. الكشف زي ما قال الاستاذ محمد نقلا عن كوفي عنان، انه انا لنا ان نكشف عن الوجه الانساني الحقيقي لنا جميعا. الاعمال والبزنس والرأسمالية فقط لن تصنع المجتمع، والحكومات فقط لن تدير بمفردها، المجتمع المدني والمؤسسات وقطاع الاعمال والشركات، كل هذا لن يثمر الا اذا كان هناك اعلام واعي فاهم قادر على نقل الحقائق، قادر على تغيير فكر الناس، قادر على صناعة الوعي. أنا سعيد جدا النهاردة بشكل استثنائي لأنه أنا في هذا المكان، ولأنه القناة وصلت إلى هذا المستوى، ولأنه نجحنا في عقد هذه المبادرة والانضمام إليها وتم قبولنا، وإحنا نبقى إن شاء الله قده وقدود بالمصري. اتنين، تم اختيار السفير من بيننا، فبالتالي دي مسؤولية وعبء إحنا قده برضو إن شاء الله، وإحنا بنقبل التحدي وهننجح وهننقل الصورة مش في مصر بس، في إفريقيا وفي المنطقة بما لنا من علاقات، بما لنا من أدوات ومعنا من أدوات، وإحنا قادرين. أنا عايز أشكر الجنود اللي ساهموا في إنجاح هذه المبادرة، لولا في جنود لولاهم ما كنا الوقت قاعدين القعدة دي. الأستاذ شريف شمس، أستاذ هيثم الصاوي، أنا بشكركم شكر خاص، وبقول تاني احنا لا يمكن ان احنا ننسى الناس اللي تعبت، احمد حماد وخالد ومحمد 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 بسيوني، الناس اللي قاعدين دول قدامنا يا جماعه احنا واقفين في المنصه انا وعمر، لكن اعتقد الناس دول هم الجنود الحقيقيين اللي موجودين معانا، وهم اللي بيشتغلوا في المطبخ باخلاص شديد وبتفاني شديد ودون اي رغبه في الظهور او غيره. انا بشكركم جدا شكر شخصي وشكر مؤسسي، كل اللي قاعدين في الصف الاول على رأسهم شريف شمس، وفي الاخر هيثم الصاوي ومحمد فتحي اللي تعبان جدا معانا ونظم هذا التنظيم، واحمد عبد الرؤوف مدير الاخبار. انا سعيد بجد بكل الفريق اللي بيشتغل معانا في قناه تن. انا شايف جنود يقدروا يعملوا اعظم محطه في الشرق الاوسط، اخلاص شديد، تفاني شديد، فهم لدورهم، فهم للمستقبل، فهم للبيئه. انا بشكركم تاني وسعيد ان انا شغال معاكم، شكرا لكم. شكرا لحضرتك يا استاذ ناشئ.